قولي شو اللي كان بدك تحكيه؟ برافين، روح على البيت الخارجي وشوف إذا راكيش لازمه شي. أنت ليش هيك متوتر؟ شكلك أنت اللي متوترة، مشان هيك احكي وبسرعة، ما في بالعادة تلفي وتدوري. أنا بصراحة بدي أحكي بخصوص نارين وبوجة. بوجة دخلت على حياتنا مثل حل مشاكلنا، بس ما بعرف ليش حاسة إنه بوجة بتقدر كمان تحل كل المشاكل تبع نارين بدون أي أغلاط. شوف، نحن جاي على بالنا كتير شغلات، بس مو بالضرورة إنه يصير كل شيء مثل ما بدنا. بس ليكي سوبريا، أنا أصلاً الآن من جاية أمه لبهولة لعنا. كمان كل مرة بتجيني فيها مكالمة من نيويورك أنا عم خاف أكتر. لهيك رجاء إذا ما كان في شيء مهم فمنحكي بعدين. إيه؟ اسمعني، كان بدي أسألك، تعتقد إنه نارين وبوجة مناسبين لبعض؟ شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ يلا يا أولاد امشوا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.